رجل الله القائل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والسلام على رسوله محمدا وآله وصحبه بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره مليئة بالحزن والأسوى. أتوجه إلى الشعب السعودي الوفي والأمة العربية الإسلامية بالعزاء في فقيد الأمة الغالي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الرحمن بن عبد العزيز رحمه الله، والذي شاء الله عز وجل أن يختاره إلى جواره بعد أمضى حياته مبتغيا طاعة ربه وإعلاء دينه ثم خدمة وطنه وشعبه والدفاع عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية. وإننا نسأل الله تعالى أن يتغمده برحمته وليجزيه خير الجزاء عما قدمه من أعمال جليلة في خدمة دينه ثم وطنه أمته. كما نسأل سبحانه أن يرزقنا الصبر والأجر وأن نقول إذا هذا المصاب جرى إلا ما أمر الله به إنا لله وإنا إليه راجعون. أيها الأخوة والأبناء المواطنين والمواطنات، إنني قد شاء الله أن نحمل أمان العظمى أتوجه إليه سبحانه مبتهلا يمدني بعونه وتوفيقه، وأسأله أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وسنظل بحول الله وقوته متمسكين بالنهج القويم الذي سارت عليه هذه الدولة منذ تأسيس عهد الملك عبد العزيز رحمه الله وعلى أيدي أبنائهم بعده رحمه الله، ولن نحيد أبدا ودستونه كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أيها الأخوة، إن أمة العربية الإسلامية أحوج ما تكون اليوم إلى وحدتها وتضامنها، وسنواصل في هذه البلاد شرفنا الله من اختارها منطقة لرسالته وكمثل المسلمين مسيرتنا في الأخذ بكل ما من شأنه وحدة الصف وجمع الكلمة والدفاع عن قضايا أمتنا، متدين بتعاليم دين الإسلام الحنيف هي ارتضاه المولانا ولي السلام والرحمة والوسطية والاعتدال. ورأس أن يوفقني لخدمة شعبنا العزيز وتحقيق آماله، وأن يحفظ بلادنا وأمتنا الأمن والاستقرار، وأن يحميها من كل مكروه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا حول ولا قوة بالعزاء في فقيد الأمة الغالي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الرحمن بن عبد العزيز رحمه الله، والذي شاء الله عز وجل أن يختاره إلى جواره بعد أمضى حياته مبتغيا طاعة ربه وإعلاء دينه ثم خدمة وطنه وشعبه والدفاع عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية. وإننا نسأل الله تعالى أن يتغمده برحمته وليجزيه خير الجزاء عما قدمه من أعمال جليلة في خدمة دينه ثم وطنه أمته. كما نسأل سبحانه أن يرزقنا الصبر والأجر، وأن نقول إذا هذا المصاب جرى إلا ما أمر الله به إنا لله وإنا إليه، الأمن والاستقرار، وأن يحميها من كل مكروه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thanks. Like and subscribe. 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 Like and subscribe.